طيب يعني كابتن تامر، لو اتكلمنا على الفرقه، يعني خلينا برضو نقول لحضراتكم التشكيل النهارده اللي بادئ بيه نونو الميدا، ويمكن هو ما فيهوش تغييرات كتيره. محمد سعيد شيكا في حراسه المرمى، امامه رامي صبري، احمد مودي، وعبد الله بكري، قدامهم عزمي غومه، احمد صغيري، واحمد البحراوي، محمود حماده، سكاري، احمد شريف، محمد زكريا شيكا. كابتن تامر، يعني رايك في التشكيل اللي بادئ بيه النهارده نونو الميدا؟ ويمكن ما فيهوش يعني ما هو نفس نفس التشكيل بتاع المباراة الأولى. صحيح. قبل ما بداية المباراة، لأن سكاري كان بيبتدي المباراة ولكن في الإحماء اتعور، فاضطر إنه يلعب مكانه أعتقد محمود عماد. في الماتش اللي بعده نزل حسن طارق، فهو كل ماتش هو عنده بيثبت 10 لعيبة، هو اللعيب اللي في نص الملعب اللي بيتغير، يا سكاري يا محمود عماد يا إما حسن طارق. نفس التشكيل اللي العشرة التانيين ثابتين. ف المقاولين يمكن هو زي ما فضل قال، هو الثلاثي بيغير في ثلاث ماتشات، يعني فادي فريد قعد احتياطي في ماتش، اوكلي قعد احتياطي ماتش، هو الوحيد غالبا اللي لعب البدايه من بدايه مامادو انياس في الثلاث ماتشات. ف يعني كان متوقع، هو ما بقول لك ما عندوش حلول كتير، هو عنده حتى بره رزق حمرون واضح لما هيبتدي يجهز، ان هو الماتش اللي فات لما نزل الاداء اتغير مع نزوله، هو على طول بينزل اللي هو زياد طلبه ومروان مجدي، هو حتى تغييراته يمكن حسن طارق كلهم صغيرين. يعني بص الارقام بتاعتهم، ده حتى 50 و ياسين مرعي ده اللعيب الوحيد اللي موجود جديد من السنه اللي فاتت، لان هو كان موجود من الزمالك اعاره ففعلوا بند الشراء، فهو ده الوحيد اللي موجود، وده اول ماتش ليه، يعني حتى ما كانش موجود في الماتشين اللي فات. بس اعتقد ان هو يعني هو بيلعب في الدفاع سيرت باك، فهو ما عندوش حلول هجوميه خالص لغايه لما يبتدي يرجع سيف تيري وعمرو جمال وشكري نجيب، هيفضل بنفس المشكله بنفس الطريقه، معتمد على احمد شريف فقط وتحتيه شيكا، وعشان كده بقول لك هو مضطر يلعب بالطريقه دي، ما عندوش الحلول طبعا. بيعتمد ان هو ورقه، يعني حتى رزق حمرون لو محتاجه من اول ماتش بيسيبه كورقه بديله عشان يعرف على الاقل يغلق شكل الاداء في الشوط الثاني. فشيكا الحارس المرمى برضه لازم نتكلم عليه، ان هو جاي بعد محمد صبحي طبعا. محمد صبحي تألق السنه اللي فاتت، كان من احسن الحراس اللي موجوده. صح. بدايته كانت طبعا غير موفقه، لان دبسه محمود عبد الله بكري في الكوره ان هو رجعها فما عرفش يطفشها، كريم بامبو راح ضغط عليه قطعها وجايب جون، فكانت البدايه سيئه. ولكن في بعد كده في الاجزاء الثانيه من الماتش والماتش الثاني كان من نجوم المباراه. على الناحيه الثانيه محمود ابو السعود ماشي بشكل متألق، هو صاد البينالتي مع فيوتشر وبدايه اكثر من جيده، يعني انت في الاخر دخل فيه هدف. صحيح. اللي هو بتاع ماتش المحله بتاع احمد الشيخ. فاعتقد ان هم الفريقين قريبين قوي في طريقه اللعب، بس النهارده اللي هياخد ريسك اكتر وممكن يجازف ويبقى عنده المبادره هو المقاولين. كابتن جمال.